طيب في واحد اليوم أرسل لي قال لي أنتم ما تبغوا تنتقدون إدارة مسلي، يعني أنا أقول في اثنين هم أصدقاء يعني لكنهم رؤساء عندي، جعل ما جاهم هالموسم من كورة تكفير، يعني أتكلم عن مسلي وعن نفيعي. صحيح. يعني أخذوا من البرنامج، طبعا انتقاد في حدود انتقاد الرياضي، بس أنه كنا قاسين معاهم يعني في كل وقت. بالعكس يعني أرجع وأعيد وأكرر، ممكن يكون هذا المدرب فعلا أفشل مدرب في تاريخ الكرة السعودية مثلا، بس خله يحط رجول على الأرض ونشوف شوف وش عنده، يعني خله تمرينين ثلاثة أربعة بس، لا أكثر ولا أقل.